من فراغ، وإنما يتأسس هذا الاختيار على أولا أدلة وبراهين استعملت أكثر من مقاربة
تعرض هذه الوظائف بحسب النسق القرآني التوجيه والإرشاد وبيان الحقيقة في القضايا المتنازع عليها وتحديد المنهج والوجهة إلى آخره. أخيرا هناك معايير الخصائص والسمات الفارقة التي من خلالها نستطيع يعني اختيار هذا المرجع دون ذلك. منها أن المرجع الحق تعتبر مصدر اطمئنان واستقرار نفسي، هذا له عائد المعرفي على المكلف بحيث يتعامل معه بأريحية واستلهام متجدد ومبني على الثقة. أخيرا هناك خاصية الانضباط المنهجي، أي أن المرجع هي تفرض منهج التعامل لائق بها ولا مجال لأي منهج منضبط بقواعد مجلس الدولي من هذا الإطار أخذ بعين الاعتبار. لنمر أخيرا إلى التصنيف على أساس الموقف الشرعي. انطلاقا من المقتضيات السابقة ممكن أن نحدد ونقول أن هناك مرجعيات معتبرة ومقبولة كمرجعية الوحي مثلا، في المقابل هناك مرجعيات باطلة وبالتالي فهي مرفوضة كمرجعية الشيطان. كل نوع من هذه المرجعيات تتطلب نوعا خاصا في التعامل، تأييدا وإثباتا واستلهاما وترشيدا أو رفضا وإعراضا ونقدا وتقويما. هناك مرجعيات تقوم على أساس عائدها المعرفي وقوتها المرجعية، وبالتالي فهي محط نظر ودراسة ومجال للتجريب والاختبار مثل مرجعية الكون. هناك مرجعيات ذات وجهين من حيث انطباق الحكم القيمي عليها، وذلك بحسب منهج التعامل معها وبحسب مدى اعتبارها وموقع وضعها مرجعية الدنيا مثلا. سأركز على البيان المفصل لبعض هذه المصادر التي حددتها في مصادر 10، ولكن لضيق الوقت قفزة كبيرة إلى المواصل نهائيا. أنا كنت أتمنى أن الظروف الخاصة تشفع في بعض الوقت. نعم. يمكن القول في آخر المطاف أن القرآن الكريم إطار مرجعي ينتظم في نسقه العام ثلاث أمور أساسية. الأمر الأول هو توفر هذا الإطار المرجعي على منظومة من المصادر المرجعية المعتبرة التي جعلها القرآن الكريم أساسا للتلقي ومنبعا من أجل الاستمداد ومرجعا أساسيا في التوجيه والإرشاد. وفي هذا السياق يفرق الإطار المرجعي بين المصادر العليا للاستمداد والمتمثلة في الله عز وجل واليوم الآخر، وترجمان التعبير عن هذه المرجعيات كلام الله تعالى في كتابه الكريم، كما أن ترجمان التوجه إلى هذه المرجعيات هو العبادة والاعتبار رغبة ورهبة. وبين المصادر الوسيطة في علاقتها بالمصادر العليا كمصدر الكون الذي هو دليل على الله ومجال للاستمداد المعرفي تبعا، ومصدر التاريخ الذي هو مجال تطبيقي نستلهم منه الاعتبار والسنن المتحكمة في التدافع المرجعي بين الفاعلين، ومصدر الرسول الذي هو تعبير عن النموذج التطبيقي لمنهج الفهم. شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل محمد الغبروف وبهذه